كان تيلعب العافيه وش انا كنت تلعب العافيه، ولكن كل واحد بماتيريال مختلف. واحد النهار هضرنا في فيسبوك قلنا علاش لاننا ما نوليوش نتجمعوا نوليو نترينيو في واحد المكان، فهمتي؟ تجمعت انا ومروان ولينا كنترينيو انا وياه اونصومبل، ولينا تنترينيو. من بعد فاش حسينا براسنا اننا طورنا هذيك الموهبه ديالنا قلنا علاش لا ما نخرجوش للزنقه ونوريو الناس داكشي اللي كنعرفو نديرو. وبحال ما هكا باش بدينا، فهمتي؟ هذه الانطلاقه ديالنا باش حاولنا اننا نبداو فنون الشارع ونخرجوا للزنقه ونوريو الناس داكشي اللي تعلمنا عليه. فاش تلاقيت انا ومروان يعني قبل ما تكون صداقه ولا شي حاجه، كاين الزواج، هضرنا على الزواج. اول مره تلاقينا فيها جا عندي مروان فيما كنت فكر هاد الحاجه اللي قال لي كتجيني الضحكه. المهم بلا ما نقولها لا يقول دابا جا عندي فاش جا عندي. المهم واحد النهار ماشي كنا مخاصمين انا ومروان، ولكن المهم قال لي واحد النهار قال لي انا يا راه باغي نتزوج. انا ما كانش عندي ديك الفكره ديال الزواج بحكم ديك الساعه وقال لي كانت عندي 19 سنه، فهمتي؟ انا ما بغيت نتزوج لا والو. ويقول لي لا ايمان شو انا عندي 28 عام صافي راه خصني نتزوج، هادي خصني نشوف ولادي، هادي فهمتي صافي. فاش قشنعت هي فاش قشنعت، ولكن قشنعت اننا غادي فهمتي يعني قنعني باللي راه حنا خصنا نكملوا حياتنا مع بعضياتنا. علاش خديت هذا القرار؟ حيت القرار انا ما كنشوفوش قرار ديالي بوحدي، حيت نهار تلاقيت بإيمان ما بقيتش كنحس براسي انني بوحدي ولا غناخد شي قرار اللي غنكون فيه بوحدي، لا بالعكس القرار ولا القرار ديالنا حنا بجوج. دونك هي قنعتني وانا قنعتها ودوينا في واحد لي ديتاي اللي كيكونوا هما الساس ديال الزواج. دونك في الاول كانت واحد الشفافيه، فهمتي؟ ما خبيش عليها والو، قلت لها كيفاش كنعيش، ها اشنو الصالير ديالي، ها اشنو كندير، ها اشنو كندير، اشنو داكشي بلي ديتاي. انا ومروان مزوجين ولكن كنحس براسنا حنا مزوجين واحد الزواج في شكل، فهمتي؟ كاينين واحد ماشي باقيين مصاحب ماشي بهذاك المعنى، ولكن كاينين واحد الناس مزوجين صافي المراه كتضل النهار كامل دار كذا الشقه وداكشي الراجل خدام كيتلاقاو في العشيه. انا ومروان ملي كنفيقوا حنا مع بعضياتنا، يعني كنفيقوا بجوج، اي حاجه تنديروها تنديروها حنا بجوج. داكشي علاش كنحس بلي الزواج ديالنا مميز واحد شويه ماشي بحال الناس الاخرين، حيت كنضلوا بجوجنا نهار كامل، عندنا تليفون واحد بجوجنا. يعني تقدر تدوي معايا انا في فيسبوك ديالي يجاوبك مروان، ولا تدوي مع مروان فيسبوك ديالو يجاوبك انا، يعني كنبقاو بجوجنا بزاف. بالنسبه لينا داك لاكثر غير ورقه باش كتقول للناس راه حنا ما كنديروش شي حاجه حرام. فوالا راه انتوا راه اش فهمتي، حنا ما كنديروش شي حاجه حرام، حنا مع بعضياتنا راه سوا بلاكت ولا بلا لاكت. ولكن بداك لاكت عاوتاني زادني انا واحد الاحساس في شكل، واش فهمتي؟ ديال انه اش فهمتي شي حاجه زوينه، واش فهمتي شي حاجه زوينه حلال. وكيف ما تتقول عاوتاني تتقول راه حنا مجموعين في الحلال، يعني مش ما تنديروش حاجه خايبه، راه حنا مزوجين انا مجموعين في الحلال. واخا قبل راه ما كناش نديروا شي حاجه اللي خايبه، ولكن فاش تتزوج بحال كتاكد هذيك وتتاكد حتى الناس راه حنا ما كناش نتفلاو ولا راه بصح راه حنا بصح باغيين بعضياتنا صافي. عاوتاني بقينا تنلعبوا في الزنقه وديك الشيء وحنايا باقيين دابا. وين كنخرجوا كنتقاتلوا كنضربوا تماره في الزنقه مجوجين، فهمتي؟ عايشين بخير، هذاك الشيء اللي كيعيشوه الناس اخرين حتى حنا كنعيشوا. حتى حنا مره كنمشيو لكاي اف سي كناكلوا فخيضات داك الشيء زويونين، مره حتى حنا كنسافروا بهذاك البيجي اللي كنجبدوا من الزنقه. كاين اللي كيشوف الزواج عذاب، ولكن هو راه ماشي عذاب. العذاب هو لا شديتي هذيك البنت ودرتي لها الزيف وستيتي عليها في الدار، هذاك راه هو بحد ذاته راه عذاب. حنا في واحد العصر وفي واحد الوقت اللي البنت خاصها توقف معاك، خاصها تقاتل معاك. ما بقاتش هذيك الوقت ديال هي تجلس في الدار وهو يخدم، ولا هو يجلس في الدار وهي تخدم. لا راه خاصنا نتعاونوا، حيت لما تعاوناش الزواج راه غير كلمه، راه خاصك تحس، راه ما بقاتش في هذيك الكلمه، راه خاصك تحس بالزواج. في الاول كانوا مشاكل
يعني كانوا الناس ما كيحترمونيش انا، ماشي العيالات ولا يعني بالخصوص الدراري فهمتي، ما كيحترمونيش بحكم انه ما عارفينش بلي انا ومروان مزوجين، يعني تيبقاو يلوحوا كلمات اللي غير لائقه، يعني واحد الكلمات اللي انا شخصيا كانت كضرني. ولكن من بعد قدرنا اننا نوصلوا لهذوك البيبليك نهار على نهار، بان هادشي اللي كنديروا راه كنديروا على ودك انت، راه كندير بلاصي وكندير بزاف ديال الحوايج، بعض المرات كنمشي كنتريني باش نجي نعطيك واحد العيبه اللي ما نعستش على قبلها باش تشوفها نتايا. دونك بحال ما هكا بدينا كنوصلوا للناس حنا، راه ابار كنجيو سالتين في الطوبيس مره مره فهمتي، بعض المرات كتجي ما مغديش، بعض المرات كتجي حتى لهنايا كتسلف باش تجيب ليسونس باش تبدا هذاك الشو باش الناس تتفرج فيك. دونك راه هادشي كامل راه كنديرو على قبلك، قبل ما يكون واحد الشابو ولا لي موان اللي غتعطيني، راه هذاك بحد ذاته راه بليزير ديالي انني نفرغ واحد الابتسامه وواحد الكومونيكاسيون وواحد الثقافه لهذوك الناس. دونك حاولنا اننا نقنعوا الناس، درنا ايفينمون سميناها حنا فنانه ماشي طلابه، وصلت الناس الفكره، شاركوا فيها وليدات صغار، شاركوا فيها الناس بزاف من مدن كبار في المغرب، وصلنا الفكره. من وراء هذاك ليفينمون تقريبا بشي شهرين ما بقيناش كنسمعوا بزاف ديال الحوايج كانوا كيتقالوا لينا، بحال الطلاب، بحال نتوما كتجقروا بالفن، نتوما كديروا بالفن، علاش؟ حيت بنادم من وراء هذاك الشاو كيشوف واحد العرق كيخرج منك ويديك مسخين وبزاف ديال الحوايج. الناس مولفين على الحلقه، يعني فنون الشارع ماشي شي حاجه جديده اللي جبناها حنايا، فنون الشارع راه كان، راه واقيلا جدودنا كانوا تيديروا الحلقه، يعني راه كانت الحلقه، غير حنا كيف ما تنقولوا انا ومروان حنا تنديروا واحد الحلقه موديرن، يعني اللي سميناها فنون الشارع، يعني الناس ديجا عارفين هذا الشيء، ولكن ما كانوش كيبانوا لهم العيالات في الزنقه، ما كانوش كيبانوا لهم العيالات كيديروا هذا الشيء في الزنقه. يعني انا ماشي انا الاولى، ولكن بحكم انا زاولت هذا النشاط لمده 4 سنين، يعني كل نهار تنخرج للزنقه 4 سنين تنلعب في الزنقه. في الاول الناس كانت كتجيهم غريبه، كانوا كيلوحوا لي دي كومونتير اللي ما تيعجبونيش، يعني بزاف د الحوايج كانوا ما كيعجبون، كجرحوني من الداخل. ولكن من بعد حاولنا نوصلوا للناس هذيك الفكره ديال انه راه عادي البنت تلعب في الزنقه، علاش؟ حيت انا واحد الحاجه تنبغيها، داكشي علاش درتها، يعني ماشي تلعب فهمتي، يعني انا خرجت نلعب في الزنقه حيت انا بغيت نلعب في الزنقه، يعني ماشي شي حاجه اللي مفروضه عليا ولا كنشوفها شي حاجه غير ديال الرجاله هما اللي غادي يلعبوا في الزنقه، علاش لا؟ والحمد لله راه كاينين بزاف د البنات كيلعبوا في الزنقه دابا، يعني في الاول فاش يلاه بديت انا ما كانوش بزاف د البنات، كانوا بنات قبل مني، ولكن ما قدروش ديك المداومه ما كايناش، يعني كتلعب شهر ولا كيلعبوا غير في لي فيستيفال ولا شي حاجه. كانت بنت وحده اللي كانت هي كل نهار تتلعب مع الزوج ديالها سلمى، كانت هي كل نهار كتلعب يعني بحالي، يعني فهمتي، يعني كل نهار تنلعبوا حنا اللي كنا يعني معروفين بزاف ان دوك البنات راه تيلعبوا في الزنقه. من بعد حاولنا نوصل للناس واحد الفكره ديال ان راه ماشي عيب البنت تلعب في الزنقه، راه عادي، راه كيف ما الولد تيلعب في الزنقه راه هي كتلعب، يعني ما تديرش شي حاجه خيبه ولا كدير شي حاجه حرام. ومن بعد يعني مع مرور الوقت حاولوا الناس يتقبلوا هذه الفكره، وما بقاوش كيشوفوا واحد الشوفه اللي ناقصه في البنت اللي كتلعب في الزنقه ولا شي حاجه. دابا حاليا ما كاينش المشكل، ما كنلقاوش مشكل مع البيبليك، ما كنلقاوش مشكل مع الحكومه، كنا كنلقاو مشكل مع السلطه فهمتي، بحد السلطه كامله. دابا الحمد لله ما كاينش مشكل، كنلعبوا، عندنا بيبليك كيجي يتفرج فينا، عندنا ناس كيجيو يسولوا فينا. بهذا الفن ديال الشارع قدرنا اننا نخرجوا من المغرب، حققنا بزاف ديال الحوايج، تعلمنا بزاف ديال الحوايج، تلاقينا مع بزاف ديال الناس، عندنا بزاف ديال لي كونتاكت. هذا الفن هذا قدر يوصلنا لبزاف ديال الحوايج اللي ما كناش نقدروا نديروهم وحنا ما كنديروش هذا الشيء بالزنقه، حيت كون كنت خدام واحد الخدمه عاديه ما نقدرش نخرج برا المغرب، بهذا الفن باش قدرت نخرج برا المغرب. يعني نوصي البنات اي وحده عندها شي حلم فهمتي تشبش به، ما فهمتي، يعني ماشي راه واخا كيكونوا الوالدين، انا ما تنحرضهمش على الوالدين ديالهم، ولكن بعض المرات الوالدين ديالنا ما كيفهموناش اشنو باغين، وكيبان لهم داكشي اللي كنديرو حنا خطا، واش فهمتي؟ ولكن انا اللي نقول لهم لان اي بنت عندها شي حلم تشبت به
فهمتي يعني تحاول توصل تحقق هذاك الشيء اللي باغا دير، حيت كاين شحال من واحد كيبغي يدير شي حاجه وكيحبسوه دارهم والهضره الناس وداك الشيء وما كيخليهش يوصل الاحلام ديالو. وحاجه اخرى انها اللي لقات شي ولد الناس بحال مروان اللي تيبغيها وتيحترمها وكيتيق فيها وداك الشيء حتى هي ما تفلاتش عليه فهمتي، ويتوكلوا على الله ويتزوجوا حتى شرا الزواج زوين. واخا فيه واحد المشاكل بعض المرات تلقى مشاكل ماديه اولا شي حاجه، ولكن انا ماشي مشكل راه كلشي تيفوت. حيت حنا فاش مثلا شي بنت كتكون مصاحبه مع شي دري كتقول ليه وانا ناكل معك غير اتاي الخبز، فاش كيتزوجوا الا جاب لها اتاي الخبز كتقول ليه لا انا باغا بيتزا باش نتعشى. واش فهمتي لا اختي ما تكونيش بحال ما هكا، راه عادي راه اتاي سواء تعشيتي بيتزا سواء تعشيتي باتاي الخبز، ليسونسيال انك شبعتي حيدتي هذاك الجوع. المهم اللي بغيت نوصل من هذا الشيء كامل هو اللي عنده شي موهبه ولا عنده شي فكره ولا عنده شي حاجه يحاول يبارطاجيها مع الناس، ما تقسد على راسك صاحبي، حيت الى ما خرجتيش هذيك الفكره للوجود راه ما غاديش دار هذيك الفكره. دونك ما تبقاش ساد على راسك وتقول راه غادي يجي واحد النهار اللي لا، ما تستناش هذاك النهار يجي، انت جيبو عندك، حاول تبارطاجي، تسول على راسك، نوض، ما تبقاش مريح، حيت لا بقيتي مريح غادي تبقى مريح. هذا هو الميساج ديالي، نوض تحرك، وهذيك الموهبه كون متاكد بانها غتفتح لك بزاف ديال الافاق وبزاف ديال البيبان. واجتهدوا وبيس من كازا ارت، تحيه لكم.